رجل مروري يساعد سائق أجرة بعد عطل سيارته، حيث تساهم العلاقة بين شرط المرور والسائقين المستعملي الطرقات من خلال الاحتكاك والتعامل اليومي في تشكيل الصورة الذهنية لشرط المرور لدى السائقين. يعني شرط المرور بعين السائق، والتي على أساسها يصدر أحكامه على سلوكه وأدائه الوظيفي. وقد توصلت الدراسة إلى اكتشاف النظرة الإيجابية التي يحملها السائق عن شرطي المرور، والتي ظهرت في جملة من السلوكيات مثل حرصه على القيام بواجباته الإنسانية تجاه المواطن والمحافظة على حقوقه وحمايته، والنظرة المعتدلة تجاه اللغة التي يستخدمها شرطي المرور في الحوار مع هذا المواطن، والنظرة السلبية تجاه شرط المرور برزت في مجموعة من السلوكيات الفردية مثل عدم سعيه لتنمية روح المودة بينه وبين السائقين، وكذلك عدم تطبيق التعليمات المرورية على الجميع. معنا هذا الفيديو الذي كان حديث مواقع التواصل الاجتماعي، سنتابعه سوية.